ثقتي عند القوم. ولذا من حيث السند هؤلاء لم يستطيعوا أن يتلاعبوا ماذا بسند هذه الرواية. ولكن المهم عندي أن تعلموا أن هذه الرواية أين نقلها صحيح مسلم، في أي باب؟ التفتوا جيدا، التفتوا جيدا في أي باب نقلها وبعد أي حديث نقلها. التفتوا، البحث في هذا اليوم شوي في مقدار فيه دقة. هذا الحديث نقله في باب، التفتوا جيدا عنوان الباب هذا، هسه سواء كان من مسلم أو من غير مسلم مضمون الأحاديث، لأنه البعض يقول بأنه هذه العناوين ليست من وضع مسلم وإنما من طبع هذه الكتب. هذا لا يهمني لأنه موضوع الروايات هذا المعنى. باب من لعنه النبي أو سبه، تبين أن رسول الله أيضا ماذا كان يسب. من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك. لا إله إلا الله، تبين رسول الله مولانا همتنا للدفاع عن معاوية نسيء لرسول الله، مو نسيء أصلا نسقط عدالة ماذا رسول الله. نسقط الإنسان الذي قال عنه تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هسه أنا أقرأ لكم الروايات، انظروا أن مسلم ماذا يفعل برسول الله لأجل من؟ لأجل معاوية. قال وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة. يعني أنه رسول الله عندما دعا على معاوية هذا بالنسبة إليه ماذا؟ رحمة وزكاة. هاي الروايات منقولة، هذا طبعا هذا الباب وهو الباب 25 باب كتاب البر والصلة. الرواية رقم الرواية 2604. قبلها توجد رواية أخرى ينقلها بهذا المضمون. الرواية هذه حدثني أنس بن مالك قال كانت عند أم سليم يتيمة أو مصغرة، يعني مصغر يتيمة أيضا ورد، أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله اليتيمة فقال أنت هي، لقد كبرت لا كبر سنك، فدعا على ماذا؟ على هذه اليتيمة. الرواية طويلة. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بني؟ قالت الجارية دعا علي نبي الله ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني حتى لقيت رسول الله. الرواية تقول خرجت أم سليم مستعجلة ثم دخلت على رسول الله فقالت لها رسول الله ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا أم سليم؟ قالت فلان. فضحك رسول الله ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي، أن اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. إذا تبين هذا النص، التفت جيدا مسلم أن هذا النص دعاء لمعاوية أو دعاء على معاوية، لا ملتفت أنه دعاء ماذا على معاوية.